بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأستاذ عامر السلهام نائب رئيس نادي النصر عقب نهاية مباراة النصر وبالي الإيطالي. نرحب فيك أبو عبد الوهاب. الله يحييك يا رب. الحمد لله على السلامة ونورت إيطاليا. الله يسلمك ومدام مقدارك إن شاء الله. أبو عبد الوهاب طبعا نريد أن نأخذ رأيك في المباراة خصوصا أنها يعني أول مباراة حضرها الفريق وبعد مشاهدتك لعدة مباريات خاضها الفريق طلة المعسكر. والله هي حقيقة مباراة اليوم كانت مباراة قوية وكانت يعني جيدة، وعادة المباريات الودية هي الأهم فيها من النتيجة، مع أننا فزنا اليوم هي أهم منها أن اللاعبين يفهمون طريقة المدرب، يكون في تجانس في فهم طريقة اللعب، اللاعبين يفهمون بعضهم في الملعب حتى على مستوى يعني حتى الكلام، حتى على مستوى التحرك من غير كورة، حتى على يعني تحرك الفريق كله ككتلة واحدة ويرجع ككتلة واحدة. هذا اليوم اللي أنا صراحة حقيقة عجبني في المباراة، أنا شفت الفريق كان يتحرك يعني كله ككتلة واحدة، يعني لما يهاجمون يهاجمون مع بعض ولما يدافعون يدافعون مع بعض، الفراغات كانت قليلة في الملعب، فهذه كانت يعني من أميز اللي شفتها المباراة اليوم حقيقة. أبو عبد الوهاب الفريق يعني خاض مباراة جوفنتس، الجميع تساءل حول النتيجة الكبيرة، يمكن الأخطاء اللي حدثت في المباراة اليوم، يعني تطور الأداء، أخطاء قليلة توج بالمستوى والنتيجة، هل هذا يعني عمل للمدرب، عمل للإدارة، تجاوب اللاعبين لطريقة ومنهجية المدرب، كيف ترى أنت بصفة عامة؟ والله شوف الاستعجال في الحكم غير جيد سواء في الفوز أو في الهزيمة، الاستعجال لأنه تول يعني المدرب جديد على الفريق، لاعبين الأجانب جدد، عندنا الكابتن عبد الرحمن القحطاني تو داخل على الفريق، يعني فريقنا أصلا كله ما لعب سنتين مع بعض، فلذلك يعني تحتاج إلى انسجام، تحتاج إلى يعني تلعب أكثر يعني مع بعض، فالاستعجال حقيقة غير جيد، مع أن اليوم كان في فوز مثلا وكان في هزيمة مثلا كانت أمام جوفنتوس، فالاستعجال في هالأمور هذه غير جيد. احنا نشوف فرق كبيرة، نشوف منتخبات تخسر في يعني نتائج كبيرة، ولكن مثل ما قلت لك المباريات الودية والمعسكرات الهدف منها هو يعني فهم طريقة المدرب، المدرب يعرف يعني مستوى ويعني إمكانيات اللاعبين اللي عنده، واللاعبين أيضا يفهمون بعضهم مثل ما قلت لك في الملعب، فهي النتائج عادة في المعسكرات أو في المباريات الودية ما هي قياس اصلا للفريق يعني قوه الفريق، ولكن مثل ما قلت لك هذه ما تبي استعجال، تحتاج الى صبر وانسجام الفرق، ياخذ وقت طويل، يعني حتى لو تشوف عندنا في الدوري السعودي في فرق تلعب مع بعضها يعني اللاعبين يلعبون 5 سنوات 6 سنوات بعضهم 10 سنوات مع بعض، فهذا مفقود عندنا حقيقه في نادي النصر بحكم ان اغلب الفريق يمكن 80% من الفريق او 90% ما لعب سنتين مع بعض، يعني فهذه تحتاج الى وقت للتجانس. ابو عبد الوهاب طبعا شاهدنا البعض اطلق احكام يعني نستطيع ان نقول انها متسرعه حول اللاعبين الاجانب وخصوصا اللاعب الاسترالي جون ماكين، انت كيف رايت يعني مباريات سابقه او مباراه حاليه المدافع الاسترالي؟ الأحكام متعجلة مثل ما قلت لك دائما، يعني مجرد ما تقول متعجلة فهذا يعني يكفي هذا الوصف، فالاستعجال دائما في الأمور غير جيد، يعني حقيقة كل اللاعبين اللي اختيروا أو أتوا كانوا يعني بعناية، اختيروا بعناية واخذ وقت طويل اختيارهم حقيقة، حتى اللاعب جون ماكين يعني معروف بالنسبة للمدرب ولعب مع يعني في الدوري الروماني، والمدرب يعني عارفه، فهم يعني المدرب لما يرشح لك لاعب اكيد انه عارف امكانياته وعارف ايش يبغى من هذا اللاعب، فالاستعجال دائما غير جيد، بعض اللاعبين يحتاج وقت للانسجام، وشفنا حتى عندنا في بعض الفرق في لاعبين يعني شوفها على مدى سنين مش سنة او سنتين، يعني في بداية الدوري تلقاه ما يؤدي الأداء المطلوب، ثم بعد فترة تجده يكون من أبرز النجوم في الدوري، فالاستعجال دائما غير جيد حقيقة. سؤال أخير أبو عبد الوهاب ما بنطول عليك، طبعا العمل الكبير اللي قامت فيه إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي من خلال إعداد المعسكر الإعدادي الحالي، من خلال تعاقد مع جهاز فني جديد، تعاقد مع لاعبين أجانب، طبعا كلمتك للجمهور على أساس يتواكب هذا العمل وتكون منظومة العمل متكاملة. والله يعني الجمهور مثل ما قلت لك جمهور النصر يعني مهما تقول ما توفي حقه، وجمهور عاشق ودائما رددها جمهور يعني نادي
أنه يكون عنده جمهور مثل جمهور النصر حقيقة يعني. ولكن مثل ما قلت احنا دائما كلامنا ما يتغير، نقول العمل يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد. يعني انظر إلى الفرق حتى الأخرى، ما جت بين يوم وليلة، الفرق الأخرى اللي أصبحت قوية الآن في الدوري وكذا، هذا يعني لاحظ لاعبينهم من متى يلعبون معهم، يعني هذا جهد سنين. فاحنا نقول يعني نحتاج الصبر والعمل، يعني للجمهور مننا العمل بكل تفاني وإخلاص لهذا الكيان. أما عاد النتائج هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. شكرا. شكرا أبو عبد الله. أهلا وسهلا، حياك.